بصفة حضرتك طبيب وقلت انه في عملية تزاوج حدثت بين الكلاب والسلعوة اظهرت سلالات جديدة، يعني وصلنا لا هو لايه يعني علميا هو يعني؟ ما اتقال هو ما اتقالش كده بالظبط. هو يعني الواقع عشان برضك البيطريين، يعني انا طبيب بشري، لكن هم اللي قالوا انهم وجدوا يعني شكوى ان في سلعوه، ولكن بفحص الحيوان ده وجدوا ان في بعض صفات من الكلاب وبعض صفات يعني هجين بيشتبه يعني فيها. هجين. يعني وهذا يدل فعلا يمكن في منطقة جبلية زي مدينة الخانكة والظهير الصحراوي فيها توجد هذه الظاهرة التي يعني تم رصدها، والعهدة على يعني الأطباء البيطريين الذين ذكروا تلك الواقعة، ولكنها فعلا يعني واقعة مقلقة، لأن السلعوة بصفات يعني شرسة وهجومية، والكلاب أيضا بها صفات شرسة وهجومية، فلو توافر هذا الهجين يمكن أن يؤذي الأطفال ويهاجم صحيح. المجتمعات المحيطة بالظهير الصحراوي ويسبب خطر على أطفالنا. أنا بشكرك جدا دكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.